السلام عليكم، معكم عبد العزيز تمامي، طالب سنة رابع. راح أشرح البيتوتري ديسوردرز، شوية باثولوجي مع شوية سيمتومز ودفرنشيشن. فنبدأ بالستركشر حق البيتوتري جلاند. البيتوتري جلاند جزء من البرين وتقع في مكان اسمه سيلة روسيكا. راح تكون هنا تحت البيتوتري جلاند، فهي المكان اللي زي اللي تقعد فيه البيتوتري جلاند، وبينها بين البيتوتري جلاند والهايبوثالامس كونكشن. فيعني النورمال بيتوتري ويل نوت ريليس هرمونز انليس الهايبوثالامس يقولها. هذا النورمال بيتوتري، هنا الهايبوثالامس وهنا البيتوتري، ففي كونكشن بينهم. ممتاز. بعدين راح نخش على الهرمونز. البيتوتري تفرز يا ستيميليتنج هرمونز يا هرمونز يعني work immediately. مثال الحين anterior pituitary، ما عليكم posterior pituitary هرمونز عشان هم اثنين وراح نتكلم عنهم بعدين، بس anterior pituitary تفرز عدة هرمونز. مثال growth hormone، الgrowth hormone على طول يشتغل من بعد ما يطلع من pituitary. يعني كيف؟ مثلا ACTH ما له فايدة إلا إذا راح الأدرينال، والأدرينال طلع كورتيكال هرمونز. ممتاز. أما الجروث هرمون إميديتلي يطلع من البيتوتري ويشتغل، زي البرولاكتين إميديتلي يطلع من البيتوتري ويشتغل، زي الفاسوبرسين ADH يطلع من البوستيرير ويشتغل. أما TSH لا، يروح الثايرويد بعدها يشتغل، يعني ثايرويد هرمون. ممتاز. هذه النقطة عن الهرمونز حقات البيتوتري. بعضها تشتغل دايركتلي زي growth hormone والبرولاكتين، بعضها لا stimulating hormones، تروح الأورجن stimulated عشان تطلع هرمونز زي الثايرويد وزي الأدرينال. ممتاز. فالحين hyperpituitarism يعني البيتوتري طلع هرمونز أكثر من النورمال normal range. ممتاز. The most common cause of hyperpituitarism is pituitary adenoma. pituitary adenoma في functional و non-functional. The non-functional يعني ما تطلع hormones، functional يعني تطلع hormones. ممتاز. The main cause of hyperpituitarism is pituitary adenoma، ومنها الfunctional type. الfunctional type هو اللي راح يطلع لك الهرمونز. ممتاز. يعني مثلا بتوتري ادينوما تطلع برولاكتين، راح نسمي الادينوما برولاكتينوما. ليش؟ عشان هتطلع البرولاكتين هرمون. ممتاز. طيب التايب الثاني من الادينوما اللي هو نون فانكشنال، هذا ما راح يطلع هرمونز، فايش ضرره على الجسم اذا ما راح يطلع يعني اكسس هرمونز؟ ضرره الماس افكت. لو نرجع للستركشر حق البتوتري، صح قلنا البيتوتري على السلة روسيكا. ممتاز، بس المشكلة ما في سبيس، فإذا جاء أدينوما هنا راح يضغط على important structure اللي هو الأوبتيك كيازم. الأوبتيك كيازم immediately فوق البيتوتري، فإذا كبر وكبر 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 راح يضغط على الأوبتيك كيازم، مما يسبب شيء اسمه بايتمبورال هيمينوبيا. ايش يعني؟ يعني الحين النورمال فيجن راح يكون دائره، بس هنا في ادينوما فضغطت على الاوبتيك كيازم، فصار ما عاد يشوف من هنا ومن هنا. زين، فالنيزل بارت حق الاوبتيك يشوف تمبورال، والنيزل هنا يشوف تمبورال. فاذا ما تشوف تمبورال وما تشوف تمبورال، هذا راح يشوف نيزل، فراح يكون تانل فيجن يسمونه، اللي هو هنا تانل فيجن في النص بس، اما الجوانب ما يشوف. زين، فيجي في السؤال نون فانكشنال ادينوما الموست امبورتنت كومبليكيشن اور مانيفيستيشن از باي تمبورال هيمينوبيا. ممتاز، حلو. طيب نتكلم عن الباثولوجي شوي، عن البيتوتري ادينوما. النورمال باثولوجي حق البيتوتري في شيء اسمه ريتيكولين. الريتيكولين هذا هو اللي يعطي
السوليد سنسيشن لما تمسك البيتوتري. اما اذا فيه نوريتوكلين في البيتوتري راح يصير فيه بريك داون للريتوكلين نتورك اراوند ذا اسيناي اللي هو جزء من البيتوتري. فاذا ما في ريتوكلين راح يصير فيه ايش في السنسيشن؟ راح يصير فيه سوفت سنسيشن لما تمسكه سكويزي او زي سبونجي، عشان هذه ريتوكلين موجوده البنيه وهنا كثيره. فاذا ما في راح يصير فيه سبونجي سنسيشن. ممتاز، فخلصنا من الهايبر بيتوتريزم. قلنا موست كومن كوز اللي هو الادينوما، وفانكشنال هرمونز فانكشنال ادينوما اللي هو ريليس هرمونز. اما النون فانكشنال ضررها الماس افكت اللي يسوي لك باي تمبورال هيمينوبيا، باي تمبورال هيمينوبيا، والكمبرس اي جزء من الاوبتيك تراكت، الاوبتيك كازم. ممتاز، هذه معلومات موست كومن كوز اوف هايبر بيتوتريزم بيتوتري ادينوما. هذا واحد. اثنين، الكومبليكيشن للنون فانكشنال ادينوما از ماس افكت. ماس افكت كيف والمانيفستيت؟ راح مانيفست از باي تمبورال هيمينوبيا باي كومبريسنج الاوبتيك كيازم. ممتاز، خلصنا من الهايبر بيتوتريزم ك اوفر فيو وكوزز ومانيفستيشنز. ندخل على الموست كومن بيتوتري ادينوما اللي هو البرولاكتينوما. ممتاز، ف موست كومن بيتوتري ادينوما is prolactinoma. functional ولا non functional adenoma؟ طبعا functional. ليش؟ عشان البرولاكتين is a hormone، فإذا في functional adenoma will release prolactin مما يؤدي إلى access prolactin hormone in the blood. ممتاز، فإذا لقيت أكثر من 200 prolactin في الدم يعني ك blood workup راح شفت أكثر من 200 فهو غالبا adenoma. ممتاز، طيب والمانيفستيشن حقها راح يكون كيف؟ هو يجي في الفيميل ويجي في الميل. طبعا في الفيميل راح يجي امينوريا اللي هو يعني يعني ما في مونثلي بيريد للفيميل، وجلاكتوريا اللي هو ميلكي ديسشارج فروم البريست. زين، الميل راح يجي جايناكوماستيا اللي هو التثدي، both راح يجيهم infertility. ممتاز، طيب هذه الكلينيكال. طيب differential diagnosis للهايبرولاكتين، انت الحين شفت في البلد ورك اب هايبرولاكتين، هل على طول تقول برولاكتينوما؟ حتى لو كان above 200 برضو ما تقول برولاكتينوما يعني ادينوما، تصبر تقول most common cause of hyperprolactin is pregnancy. زين، فتتأكد من HCG level، بيتا HCG level. ممتاز، تشوفها هل low؟ لا والله مش pregnant، فهو غالبا تؤيد البرولاكتينوما. بعدها دوبامين inhibitors، الحين قاعدة كل ما زاد دوبامين قل البرولاكتين، فدوبامين inhibitors راح يسوي ايش في البرولاكتين؟ راح يزيده. زي ايش الأدوية هذولي؟ هم antipsychotic drugs و ADHD drugs. ممتاز، طيب فإذا ما في لا يعني إذا 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 تست الـ HCG level والله لقيت هلو والبيشنت denies using الدوبامين inhibitors فهو غالبا أدينوما. How to confirm the diagnosis للـ pituitary adenoma؟ والله by MRI pituitary. ممتاز، طيب الحين الـ FSH level والـ LH level مع الـ hyperprolactin إيش راح يصير لهم؟ الحين البرولاكتين إذا زاد البرولاكتين إذا زاد راح يسوي نيجاتيف فيدباك للجي إن آر إتش غونادوتروبين ريليسينج هرمون. هذا نورمالي ستيميليت ريليس للإف إس إتش والإل إتش، طيب اللي هو غونادوتروبين ريليسينج هرمون نورمالي إيش؟ استميليت. بس البرولاكتين إذا زاد راح يقول الجي إن آر إتش يعني إنف ترانا زايدين، حتى لو الإف إس إتش والإل إتش ما كانوا زايدين كانوا نورمال، فإيش راح يصير؟ الجي إن آر إتش راح يقل مما يؤدي إلى decrease level of إف إس إتش وإل إتش. ممتاز،
فلو قالك في السؤال هاي برولاكتين ايش راح اسوي الـ FSH والـ H والـ decrease their level. ممتاز. طيب كتريتمنت هو بتوتري هو ادينوما. ممتاز. في يعني best treatment surgical resection للأدينوما, يعني gold standard treatment. بس في دراكس اللي هو كابرغولين هذا الدوبامين agonist, ايش راح يسوي؟ راح increase الدوبامين مما يؤدي الى decrease البرولاكتين اللي هو اللي نبيه حنا, عشان البرولاكتين عالي في البرولاكتينوما فنبي نقلله. زين, فكابرغولين هذا دوبامين agonist يزيد الدوبامين, زيه البروموكريبتين. ممتاز. بس البروموكريبتين يفضلونه في البريجننسي. طيب فعرفنا البرولاكتينوما is the most common pituitary adenoma. زين, manifestation في الفيميل امانيوريا وغلاكتوريا, ميل غانوكماسيا, both infertility. differential diagnosis إذا شفت هاي برولاكتين في الدم first pregnancy test by beta HCG. ممتاز. to immediately exclude the pregnancy. بعده تسأل هل ياخذ أو تاخذ دوبامين inhibitors ولا لا. زين, عشان الدوبامين يزيد برولاكتين ينقص, دوبامين ينقص برولاكتين يزيد. زين, treatment surgery is the best, dopamine agonist is alternative. أو مثلا غالبا يفضلون الدراجز من السيرجري زي الكابرغولين يعني normal individual والpregnant woman بروموكريبتين. ممتاز. ايش يصير الـ FSH والـ H مع هاي برولاكتين؟ راح يقلون. ليش؟ البرولاكتين يسوي نيجاتيف فيدباك GNRH. طيب خلصنا من البرولاكتينوما, ننزل للسكند موست كومن بتويتري ادينوما اللي هو بتويتري ادينوما ذات ريليس جروث هرمون. manifestation حقها راح يسمونه acromegaly. ممتاز. طيب هو second most common cause of second most common pituitary adenoma. release ايش؟ release growth hormone. حلو. طيب نشوف المانيفستيشنز اول بعدين نشوف الفرق بين gigantism وacromegaly. manifestation arthropathy في الجوينتس, بلد بريشر هاي, كاربل تانل سيندروم, بوضو في الريست مع كولون بوليب تحت, دايبيتيز وهارت فيلير. موست كومن كوز اوف ديث ان اكروميجالي كونجستيف هارت فيلير. عشان برضو جروث هرمون راح ياثر في كل الجسم, راح يكبر يعني كل الانترنال اورجنز, اي زي ما قلنا النارفد اورجنز اف فيلد ديفكت. راح يعني complain of field defect cavision يعني. وبرضو فيه يعني secondary cause of high prolactin. ممتاز. برضو يعني راح يرفع البرولاكتين level. طيب هذه manifestations. طيب الجيجانتزم والأكروميجالي نقرب نشوف. هنا في شيء اسمه epiphyseal plate, هذا الـ young individuals هذا مش يعني fused together الهيد حق البون والشافت not fused, فالgrowth هرمون راح يكبر سبيس هذا. زين, فراح يجي البون يعني طويل. زين, فايش الفرق بين الجيجانتزم والاكروميجلي؟ الجيجانتزم individuals طوال, اما الاكروميجلي لا, تلقاه prominent forehead, big lips, big tongue, التجاعيد قوية, big hand وfoot. فرح complain of اللي هو change size حق gloves والshoes, بالاضافة الى peers حقينا او الfamily members راح يقولون انه والله تغير شكله. زين, فهذا الفرق بين الجيجانتزم والاكروميجلي. طيب investigations يعني never never never
كالكوليت ليفل حق الجروث هرمون. ليش؟ عشان في فولس بوزيتيف كثير زي الهايبو جلايسيميا، الهايبو جلايسيميا will induce the release of growth hormone. زين، فراح يصير في فولس بوزيتيف. هو صح فيه في الاكروميجلي فيه اكسس ريليس اوف جروث هرمون، بس هو مش ذا موست اكوريت. زين، الموست اكوريت راح نوصل بعد شوي. بس اذا جاك في السؤال هاو يعني، بس يعني اذا جاك في السؤال يعني ايش يقول انفستيجيشن تو كونفيرم اكروميجلي، نيفر تشوز جروث هرمون. زين، بيست انيشال تيست از انسولين لايك جروث فاكتور 1. زاد الجروث هرمون راح يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور 1. ممتاز، هذا البيست انيشال بلاد تيست. بس الموست اكوريت اللي هو الاورال جلوكوز توليرنس تيست، تعطي 75 جرام اوف جلوكوز. زين، بعدين ايش راح يصير للجلوكوز؟ الجلوكوز راح يزيد. الجلوكوز اذا زاد غالبا ايش راح يسوي الجروث هرمون؟ راح ينقصه نورمال نتكلم. بس اذا فيه ادينوما تفرز جروث هرمون، ما راح يصير فيه ديكلاين ليفل، راح يصير فيه انكريس. ف نعطي جلوكوز نشوف الجروث فاكتور ليفل، زادت والله هذا اكروميجلي، نقصت لا والله هذا نورمال، نورمال ريسبونس للجروث هرمون. زين، ف نورمالي جلوكوز يزيد، جروث هرمون ينقص نورمالي. زين، بس في الاكروميجلي جلوكوز يزيد، ما في ديكلاين للجروث هرمون ليفل. زين، هذا في الاكروميجلي. طيب كتريتمنت الحين عرفنا هناك دوب في البرولاكتين الدوبامين يزيد، الدوبامين يزيد راح ينقص البرولاكتين. هنا في شيء برضو اللي هو سوماتوستاتين، نقص سوماتوستاتين ينقص الجروث هرمون. فايش راح تعطيه؟ سوماتوستاتين انهبيتورز عشان تنقص، عشان ينقص معك الجروث هرمون، زي اوكتيريوتايد وفيه جروث هرمون ريسبتور اجنست، ريسبتور بلوكر اللي هو بيكفيسومانت. ممتاز، وطبعا عشان هو بتويتر ادينوما surgical resection is one of the management choices. زين، ممتاز، فعرفنا معلومات الأكروميجلي كأنه second most common pituitary adenoma functional طبعا عشان تفرز growth hormone، هذه المانيفستيشنز حقاتها. وجيجانتزم والأكروميجلي فرق، الجيجانتزم طوال بس الأكروميجلي prominent forehead big lips tongue وتجاعيد و enlarged hand و enlarged foot. زين، طيب كاشينج الحين بتوتري ادنوما ايش تفرز؟ من افرازاتها، من هرموناتها ACTH. ACTH راح يروح الادرينال جلاند، لا راح يحفز الليرز حقت الادرينال جلاند. عندي صورة هنا، ادرينال جلاند الكورتكس تفرز مينرال كورتيكويدز زي الالدوسترون. الميدل لاير راح يفرز جلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزول. المدلة راح تفرز كاتكولامينز، وفي اندروجينز اللي هو تستوستيرون و السكس هرمونز. زين، فالاي سي تي اتش يحفز افرازات هذه الهرمونز. ممتاز، ففي شيء اسمه كاشينج ديزيز وكاشينج سيندروم. كاشينج سيندروم
هو هايبر كورتيزوليزم، يعني أي سبب يزيد الكورتيزول في الجسم نسميه كاشينج سندروم، سواء كان بتويتري ريليس ACTH يؤدي إلى ريليس كورتيزول، أو دواء كورتيزول، والله ياخذ كورتيزول كدواء يعالج مثلا الأزمة بريدنيسون، هذا برضو يعتبر كاشينج سندروم عشان هو هايبر كورتيزوليزم، ممتاز. أو مثلا اكتوبيك ريليس زي السمول لانج سمول سيل لانج كانسر والاكتوبيك والريليس ACTH مما يؤدي إلى ريليس كورتيزول. فأي سبب يزيد الكورتيزول نسميه كاشينج سندروم. بس الكاشينج ديزيز بتوتري أدينوما فانكشنال ريليس ACTH مما يؤدي إلى ريليس كورتيزول من الأدرينال جلاند، ممتاز. طيب نيلسون سندروم هو continuous positive feedback، والله بسبب من الأسباب الأدرينال جلاند صار لها ريسكشن، شالوا الأدرينال جلاند، ممتاز. البتوتري راح تشوف أنه ما فيه والله الهرمونز اللي يطلعها الأدرينال جلاند، ليش؟ عشان طلعت الأدرينال، صار surgical resection. فإيش يصير في البتوتري؟ راح يصير في excessive release للACTH برضو هنا، عشان يعني هي تشوف أن الجسم يعني ناقص أدرينال هرمونز اللي هو الكورتيزول والألدوستون وهذه الأشياء، فراح يصير فيه positive feedback. ما فيه والله البتوتري راح تفرز، مش أدينوما، لا البتوتري نفسها تبي تفرز عشان فيه نقص في الهرمونز، ممتاز. طيب خلصنا كل الهايبربتوتريزم. هايبربتوتريزم most common cause of hyperpituitarism كذا اللي هو بتوتري أدينوما، أي نوع؟ functional، عشان ال non-functional will not release hormones will manifest as mass effect لل adjacent structures. مثال الأوبتيك كيازم راح يسوي فيه bitemporal hemianopia. طيب الحين الهايبوبتوتريزم أسبابها يا hypothalamic origin، عشان البتوتري ما تفرز إلا إذا قالها hypothalamus، hypothalamus ما فيه إفرازات البتوتري ما راح تفرز. طيب بتوتري أدينوما non-functional، مثال بتوتري أبوبلكسي. طيب ما قلناها، بس إذا في هذه البتوتري جاء فيه أدينوما هنا بس non-functional ما تفرز هرمون، ففي سببين إنه يصير فيها هايبو بتوتريزم، لو بتوتري هرمونز، إما النون فانكشنال أدينوما راح تضغط على النورمال تيشو حق البتوتري، في النورمال تيشو ما راح يفرز، أو البتوتري أدينوما عندها بلاد سبلاي، بس البلاد سبلاي هذا يعني باد بلاد سبلاي عشان هو جديد و يعني not intact زين، فيعني prone to bleeding زين. فإذا صار فيه bleeding هنا من blood vessel اللي يغذي مو بالبتوتري اللي يغذي الأدينوما، صار فيه bleeding برضو راح يسوي فيه injury للبتوتري مما يؤدي إلى hypopituitarism زين. ففي two causes of hypopituitarism two causes of pituitary adenoma non functional، يا تضغط على ال normal tissue of pituitary أو ال blood supply prone to bleeding عشان هو جديد. blood supply حق مين؟ حق ال non functional pituitary adenoma زين، مما يؤدي إلى أنه prone to bleeding. طيب ischemic necrosis هذا يعني يحبون يجيبونه في الأسئلة اللي هو شيهان سندروم، يقول لك يعني pregnant woman faced complications زي excessive bleeding. طيب قبل ما ندخل في السؤال خلنا أشرح لكم إيش يصير في البتوتري لما تكون الwoman pregnant. البتوتري قاعدة تشتغل شغل شخصين زين، فرح تزيد إفرازاتها. طيب زادت إفرازاتها وش راح يصير للبتوتري؟ البتوتري راح تكبر، نورمال بتوتري زين، والله
pregnant woman بتوتري راح تشتغل شغل شخصين فراح تكبر بتوتري. طيب بس المشكلة وشو؟ ان البلد سبلاي حق البتوتري نفسه ما كبر، فما يساعد يعني يا الله يغطي احتياجات البتوتري والوومن يعني not under stress. زين يعني يغطي احتياجات اللارج بتوتري كسبلاي بس يعني يا الله يغطيها عشان يعني دام الوومن not under stress يعني يا الله يغطي. زين هذا البلد. طيب pregnant woman faced complications excessive bleeding، والله وش صار في البلد؟ قل البلد. فايش يصير في البيتوتري؟ قل البلد يعني no blood supply to the pituitary. ايش نسميه؟ نسميه اسكيميا. زين فرح يصير في اسكيميك بروسيس في البيتوتري مما يسوي هايبو بيتوتريزم ديكريز هرمون ريليس اوف ذا بيتوتري. زين اتمنى وضحت الشيء هان سندروم عشان يعني يحبون يجيبونها كاسئله في الاختبار. بريجننت وومن صار فيها بليدنج في الدليفري اوف ذا بيبي، بعدها بعد ما هذا بعد ما دليفرت البيبي والله عانت من مثلا هايبركليميا وهايبوتنشن ما اعرف السبب. فايش غالبا السبب؟ انه لو اي سي تي اتش اللي يفرز من البيتوتري سوى لو ادرينال ريليس مما يسوي مانيفستيشنز كثيره ماني بداخل فيها، بس اعرفوا الهرمونز اللي تطلع من الادرينال ايش تسوي في الجسم. وغالبا تراما كانسر راديشن كفيزيكال انجري للبيتوتري. ممتاز بس اعرفوا الثلاث اسباب هذه جدا مهمه. طيب manifestations للو بتوتري جدا سهلة، أعرف كل هرمون يطلع من البتوتري هذه الهرمونات هي تطلع من البتوتري. زين وإيش manifestation حقاتها؟ طيب نتكلم عن أهم يعني two hypopituitarism اللي هو ACTH و TSH. ما بقى لنا شيء ونخلص إن شاء الله، بس ثواني. لو ACTH وظيفته ايش قلنا؟ قلنا يسوي بوزيتيف ريليس للادرينال جلاند مما يزيد الريليس اوف الادرينال هرمونز. ممتاز. فايش راح يصير اذا فيه لو ACTH؟ اذا صار فيه لو ACTH راح يقلل الهرمونز هذه اللي هو وشو؟ glucocorticoids androgens catecholamines الا المينرال كورتيكويدز اللي هو الدوسترون ما راح يقللها عشان الالدوسترون is not under the control of ACTH. زين يعني اذا قلل ACTH كلهم راح يقلون الا المينرال كورتيكويدز اللي هو الدوسترون. زين فايش يسمونه ادرينال انسفشنسي عشان انسفشنسي يعني لو. زين وادرينال بس سيكندري ليش؟ عشان الاي سي تي اتش البيتوتري قلت مما يؤدي الى الادرينال تقل، بس ما راح يصير فيه مينرال كورتيكويد ديكريس ان ذا ليفل اوف مينرال كورتيكويدز الا اذا كان فيه شيء يسمونه برايمري ادرينال انسفشنسي. برايمري يعني الادرينال نفسها ما تفرز الهرمونز حقتها. ايش يسمونه الكونديشن اوف برايمري ادرينال انسفشنسي؟ هو اديسنس. زين اديسنس راح يصير فيه يعني ديكريز اوف اول ادرينال هرمون ليفلز. زين طيب هذه معلومه مهمه. ثاني شيء بس الـ TSH الحين بتوتري هنا وهنا الثايرويد، ما عليكم الرسمة بس هذه الثايرويد TSH
تفرز ثايرويد هرمون تي 3 تي 4 زين زادوا نقصهم. بس كيف تفرق بين هايبوثايرويدزم زي هاشيموتوس ثايرويدايتس وبين ان والله لا التي اس اتش ليفل قل مما يؤدي الى الثايرويد جلاند تقل؟ راح يصير في شيء اسمه ثايرويد شرينك، الثايرويد راح تصغر. ليش؟ عشان التي اس اتش هاز ا جروث فاكتور، يعني التي اس اتش تزيد راح تكبر الثايرويد، تي اس اتش نقص راح شرينك الثايرويد. زين، فهذه بس تفرق بين ان الثايرويد نفسها ما تفرز هرمونها او بين ان التي اس اتش ليفل قل مما يؤدي الى هايبوثايرويدزم. زين، طيب نيورو هايبوفيزيال ديسوردرز اللي هو البوستيرير بارت اوف ذا بيتوتري. كل اللي قلناه قبل شوي ترى انتيرير بارت. البوستيرير بارت يفرز شيئين، اوكسيتوسين و اي دي اتش. اوكسيتوسين له وظيفتين بس. زين، الوظيفة الأولى له وظيفتين كلها، يسوي كونتراكشن اليوترس وكونتراكشن اللاكتيك داكتس. لاكتيك داكتس اللي في البريست ويوترس اليوترس. ف متى يعطون اوكسيتوسين؟ إذا يبون induce labor، يعني يبون أن البيبي deliver، فرح يصير في contraction اليوترس يعني أكثر من اللازم مما يؤدي إلى أنه يساعدك في الـ delivery. ADH وظيفته anti-diuretics hormone، anti ضد diuretics البول هرمون، فيعني يحفظ الموية في الجسم. زين، والله نقص الـ ADH ما حفظ الموية في الجسم، فراح يصير فيه ايش؟ بوليوريا، الموية راح تطلع، مما يؤدي الى يزيد الاوسمولاريتي، مما يؤدي انك تعطش، وراح يصير فيه بوليديبسيا اللي هو المين سمتم بوليديبسيا وبوليوريا طبعا. زين، يؤدي شيء اسمه ديابيتيز انسيبيتيز. زين، قلت اي دي اتش دي اي. زين، سمتمز بوليديبسيا وبوليوريا. causes ما احتاج تعرفها عشانها كلها physical injury، head trauma, neoplasm, inflammation و surgical. طيب ثاني شيء اللي هو ADH increase. ADH increase ايش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه لا والله water، يعني راح يصير فيه يعني water reuptake اكثر من اللازم، راح تحفظ مويه اكثر من اللازم، فراح يصير فيه hyponatremia. الدم فيه صوديوم فيه ووتر، كلهم نفس الليفل تقريبا، زاد الووتر صوديوم يعني نورمال، بس مقارنة بالووتر يصير في هايبوناتريميا. مقارنة بالووتر فيصير في هايبوناتريميا compared to water، مما يؤدي الى السريبرال ديما نيورولوجيكال ديسفانكشن والديسوردر يسمونه سيادة سندروم اوف inappropriate ADH. طيب وهذه الكوزز حقاتها، زيادة ADH راح يؤدي إلى سيادة. طيب إن شاء الله أتوقع خلصنا وغطينا أغلب ال يعني الأوبجكتيفز حق المحاضرة، إلا طبعاً في pathological morphology والأشياء هذه يعني ما أشوف أنها تنشرح، فيعني روح وإقراها زين وحفظها. بس غالباً الأسئلة راح تكون case based، يعطيك الـ clinical manifestation حق hyperpituitarism أو hypo، ويسألك إيش هو الكونديشن أو إيش الانفستيجيشن أو إيش التريتمنت. ف good luck، وأي سؤال في المحاضرة هذا رقمي للتواصل، وبالتوفيق.